الحقني عطل قطع قطع الحقني الحقني اسند 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 ايوه كل ما تلاقيني بحكف على ورا في بطني عمرك غلطان يلا قدمني سمو الأميرة تفاحة شنو هذا؟ وين الغفير حق هذه الأرض مالتي؟ وين الغفير؟ وين الغفير مالتها؟ أنت الغفير؟ تعال أيوه رد على الحق مين سيادتك؟ انهبل هذا ولا شنو؟ شكله شنو سموك؟ انت مجنون يا ابني اسمه الأميرة تفاحة انت ما بتعرفش تقرا ولا ايه لا ما بعرفش اقرا ولا تعرف حد بيعرف يقرا قال لك ايه اللي مكتوب مكتوب على اليافطه ارض فضاء ومش للبيع مو للبيع عشانها مالتي مالتي ماني لابس هدوم اهو مالتي يعني حجي حجي يعني ايوه تبعها بالكه لا مؤاخذة سمو لا مؤاخذة سيادتك يعني اني مش عارف يعني اول مره اشوفك يعني وشنو هذا السور بعد وين باقي الارض ده سور المدرسة تراني قلت سور الصين العظيم أو سور سفنكس أو سور نجي السد مثلاً ين هذا ولا شنو؟ ده سور المدرسة مبني من زمان ها سور مالي ومن الحينة ما يصير على أرضي طب وانا هعمل إيه الحينة؟ إحنا مش هالحينة اللي في الكلام ده يعني تهد السور يا بجم ها السور واخذ من أرضي 150 ذراع انت عارف الزراعة عامل كام مصري؟ أنا عبد المأمور وبحرس الأرض دي وبربط الحمار مطرح ما يقول صاحب والحمار مالي وينه؟ ايه؟ وين الحامية هذه؟ اللسة هذه وينها؟ مستر محمد ايه الدوشة اللي برا دي؟ تفاحة لا بس هي مش عايزة دلوقتي مش عايزة ايه؟ دي الأميرة تفاحة والأرض الفاضية ايه دي حدوتة ولا ايه؟ الله الأميرة السور بتاع المدرسة أستاذ محمد دي فزورة خلصني قول الحرامية هذه وينها؟ يا فندم ما يصحش كده سعادتك يا فندم والله يا أستاذ أنا حاولت أمنع بس ما قدرتش خذ يا صواك أعطي هذول أعطيهم أنت أقرب لي سوري خذ هذول ربنا ما يحرمك مني يا فندم أربط تعال هنا أربط إيه ده؟ إحنا بنعمل كده؟ عندنا الكلام ده؟ عندنا حد بياخد حد من غير ما يدهاني؟ تفضل اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي ايه الموضوع لا اهلا ولا سهلا هالمدرسه راح تصير رماد وتكون عبره لكل بلاد احنا ناسنا ناس جدد وصعدك صار ابي يا عمر صار هي ممكن اعرف ايه الموضوع بالضبط يا سمو الاميره عبله لا التفاحه سمو مع سيادتك اشجار البلحاوي انا مديره المدرسه يا فندم ممكن اعرف ايه الموضوع بالضبط شنو المبنى هذا اللي أنا واقفة فيه؟ مدرسة It's a school في السكول عندكم ما تعلمون حق الجار يا ست أشجار ولا نولعها اليوم نار؟ نار وأشجاري واخدة بالك إن السجعة ما شاء الله عليها شاعرة بس أهم حاجة لحضرتك اوعى تتخيلني ممكن يبقى فيه نار بينا نار لأ أنت شنو تكون يا بعرة الجمل يا يأس بلا أمل يا عاطل بلا عمل الله والنعمة زي الفل دخل العمل بلا أمل وشيء أنا فعلا محمد الجمل بس الحمد لله عندي عمل أنا وكيل المدرسة أنت يا وكيل المدرسة أخذتوا من الأرض مالتي 150 ذراع وضميتوها للمدرسة مالتكم وكده يبقى مالتي ومالتكم وتفرجوا الخالات مالتي إيه ومالتكم إيه وخالتكم إيه يا سمو الأميرة الكلام ده مش حقيقي أبداً It's not true يعني أنا شضابة؟ تدري يا سواك أنا شضابة روح حق رايلي وخله يقول لعيالي أمهم شضابة يا فندم أنا مش قصدي أبداً إن سيادتك شضابة ولا حاجة أبداً بس يعني معاكي أوراق تثبت الكلام ده بيني وبينك القضاء المصري وانا براويك عدلني يا درايفر عدلني السلام عليكم